السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. يلا مواليد برج الحمل، هنعمل استخاره روحانيه لحياتك الايام اللي جايه لشهر نوفمبر ان شاء الله باذن الله. مواليد برج الحمل يحضروا معايا العشرين الاوله والتانيين والتالته. برج جميع مواليد برج الحمل ان شاء الله باذن الله القراءه تنطبق عليكم وتكون عند توقعاتكم الحلوه. مواليد برج الحمل يلا بينا نصلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. وما تنسوش طبعا سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. انزل واثبت نفسك في الكومنتات وبالصلاه على الحبيب. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين. يلا يا برج الحمل نشوف استخارتك لشهر نوفمبر ايه اللي هيحصل فيه، ورسالتك من ربنا هتكون ايه. بسم الله ما شاء الله. سورة الأحزاب، سورة الأحزاب هي اللي جات لمواليد برج الحمل. بص يا برج الحمل، انت دايما بتعمل عمل إنساني، دايما خايف من ربنا جدا، بتحاول دايما تكون مع ربنا، ما بيهمكش العبد ابدا، يعني انت ما بيفرقش معاك العبد، بس دايما مظلوم. يعني انت عندك اول حاجة محكمة في الخير، هيكون عندك محكمة الايام اللي جاية في الخير، ودايما بتقول يا رب ولا تقولش يا عبد، يعني انت دايما بتدعي ربنا، ودايما رامي همومك على ربنا فقط لا غير، ودايما بتتوكل على ربنا في كل حاجة، الصغيرة قبل الكبيرة. عندك هنا كسرة قلب، عندك كسرة قلب، وعندك خوف من بكرة بسبب اللي انت شفته في حياتك. ده مش كده وبس، كمان ده حتى في جوازكم يا برج الحمل في مشاكل ومفيش اي حاجة مستفادين منها، يعني دايما بينك وما بين الشريك مشاكل. دايما حد عندك تعبان، في ابناء، في اولاد عندك تعبانة، او في حد عندك تعبان، وبرضو انت مفوض الامر لربنا وبتقول يا رب، بتقول يا رب اكرمني في موضوع. هنا انت كان ليك فترة كبيرة جدا بتحاول تسعى عليه، او في حاجة كنت عايز تعملها وما حصلتش، في بعض الامور عندك بتحاول تتخلص منها، بتحاول ترميها ورا ظهرك علشان تكمل وتعيش، برضو مفيش استكمال ولا في حاجات بتستكملها عندك، في حاجة مخبيها عندك انت يا برج الحمل ومستني الوقت المناسب علشان تتكلم فيها. ربنا بيقول لك ما تقلقش، انا غفور رحيم، الذنب اللي انت عملته في حياتك او الغلطة اللي انت عملتها بإذن الله هتتعافى. في ناس عندك، الناس دي يا برج الحمل بينك وما بينها متهات، بينك وما بينها شوية مشاكل، في يعني ايه، في شوية توتر، بس عايز اقول لك ان في الايام اللي جاية هيكون عندك حد هيعرض عليك فرصة، حد هيعرض عليك عمل، في حاجات هتتعرض عليك وهتكون من حسن حظك وانت هتستفاد من الحاجات دي. ده كمان انت عندك توقيع، عندك مضى، عندك حاجة هتمضيها الايام اللي جاية وهتكون في حسن حظك. برج الحمل انت عندك جواز، عندك خطوبة، عندك فرحة حلوة بإذن الله بفضل ربنا سبحان الله وتعالى، ربنا هيكرمك وهيرزقك من وسع، بس احذر من المخادعين والمنافسين، واحذر من الأشخاص الكذابة. في الشخص الأيام اللي جاية هيكون في تعارف على حد جديد، في علاقة جديدة، في أمور حلوة، علشان شايفة لك هتذكر ربنا بنعمته وهتشكره، بس احذر من نميمة حواليك، احذر من نميمة حواليك وكلام كتير جدا حواليك. انت دايما صابر على العذاب وعلى الألم وعلى كل حاجة،
صابر على كل العذاب اللي في دنيتك، وبتقول يا رب اكرمني، يا رب ارزقني بالفعل، ربنا هيديك وهيكرمك وهيفرحك. ده مش كده وبس، كمان ده هيريح قلبك، واللي انت اللي انت مستنيه هو اللي هيحصل الفترة اللي جاية. بس خلي بالك من ابتلاء حواليك ومن نميمة بتحصل في حياتك. في حاجات هنا كمان تخص العاطفة عندك يا برج الحمل، يعني انت عندك ركود في العاطفة، ما عندكش اكتمال خالص، وده بسبب حسن اختيارك في الغلط. مين الشخص المريض اللي عندك يا برج الحمل ودايما بيدعي ربنا يشفيه؟ بالفعل ربنا هيشفيه الفترة اللي جاية. عايزاك تخلي بالك من نفسك كويس جدا، انت الايام اللي جاية تدخل في علاقة او هتفتح قلبك من جديد، بس خلي بالك في قرار مهم لازم تاخده، وتاخده في الصح. قرار مهم لازم تفكر فيه كويس جدا قبل ما تاخده، او قبل حتى ما تنفذه، تحذر وتخلي بالك كويس جدا. الايام اللي جاية هتدخل عليك ايام حلوة، بس ارجع اقولك احذر من الفتنة والنميمة. الايام اللي جاية عندك تغيير عتبة، الايام اللي جاية هيكون عندك تغيير عتبة حلوة، يعني هتغير بيتك، او انت ناوي تغير بيتك، ناوي تعمل حاجة جديدة في حياتك، بالفعل هتعملها وهتكون في حياتك. في عهد او في عندك وعد، في حد وعدك وخلى بيك، او انت وعدت حد وخلى بيه، الله اعلم، بس في وعد عندك، في وعد عندك، او في ندر، ندر او وعد. انت في ناس بتحبهم بس هم مش بيحبوك، في ناس بتحبهم بس هم مش بيحبوك. الناس اللي بتعمل سحور واعمال ربنا مش هيبقى معاهم، بالعكس ربنا هيقلبه عليهم، فانت ما تقلقش. في شخص عندك بوشين ومنافق ودايما بيعصي ربنا، ودايما بيتكلم على الاشخاص بالسوء وبالنميمه، وقلبه ما فيهوش رحمه. الشخص ده كبير، والشخص ده مش كويس، واحذر منه وخلي بالك. ربنا بيعلم بكل حاجة يا برج الحمل، بس انت ما تقلقش. الايام اللي جاية عندك شراء حاجة جديدة. في خوف كبير جدا في حياتك، في حاجات هتظهر قدامك الايام اللي جاية، وهالخوف اللي انت فيه ده هيمشي. في اسرار الايام اللي جاية يا برج الحمل، خلي بالك في اسرار هتكتشف قدامك الايام اللي جاية. انت دايما ماشي جنب الحيط وبتقول يا حيطة داريني، بس محدش سايبك في حاله. الايام دي حاسس بغربة، وحاسس ان انت لوحدك، وان انت عايش في كوكب مش مع حد. عندك هنا ادعية هتزود من حياتك بالكامل، وهيبقى عندك ايام حلوة. الايام اللي جاية هتبقى ايام حلوة لشهر نوفمبر باذن الله، عشان ربنا بيقول لك وبشر الصابرين الذي صبروا. فوالله يا برج الحمل انت عندك تغييرات جذرية، عندك فرحة حلوة، بس دايما ارمي همومك على ربنا. بس بسم الله، انت بتحب حد وحد بعيد عنك، في حب كبير لقلبك وحد بعيد عنك. ده مش كده وبس، كمان ده انت الايام اللي جايه هيبقى عندك بينك وما بينه لم شمل، عندك بينك وما بينه تجمعات، علشان التجمعات دي انا شايفاها، وهيكون في فرحه باذن الله. في ادعيه كتير جدا هتزود من اعمالكم في الصالحين. قلبك فيه رعب وفي خوف يا برج الحمل، قلبك فيه رعب وفي خوف. بينك وما بين العيلة مشاكل، بينك وما بين العيلة مشاكل، لدرجة ان هما ممكن تكون مشيت او خرجت من المكان اللي انت فيه حزين ومتضايق ومخنوق بسبب ان ملقتش حد واقف جنبك. في حد اكلين حقك، في ناس اكل حقك، في ناس انت دخلتها حياتك وكبرتها بس اكلوا حقها. شايفة كمان ان انت هنا عندك جواز، عندك جواز في الدنيا باذن الله، والجواز ده هيكون خير وهيكون تمن صبرك اللي انت صبرته في حياتك.
انت هنا في اسئلة كتير جدا في حياتك، في اسئلة كتير جدا في حياتك. في ارض بيتك مش مرتاح يا برج الحمل، في ارض بيتك مش مرتاح. وخلي بالك من واحدة ست، واحدة ست عاملة ان هي ضعيفة وهي اصلا خبيثة. انت هنا عندك احلام كتير جدا يا برج الحمل، احلام كتير. في بعض الاحلام عندك اللي هي عاملة لك توتر ومخلياك بتصحى من النوم مهموم. في حد هيجي لك وهيعتذر الايام اللي جاية. في واحدة ست عندك دايما بتدعي لك وكبيرة في السن وقلبها طيب. وده وفي واحدة، يعني الواحدة الست دي اللي بتدعي لك هي اللي دايما بتطبطب عليك وبتقول لك ما تقلقش. المريض اللي عندك انت بالك مشغول بيه جدا. اهو شايفه لك تاني نقلة جديدة، بس احذر من حد بوشين. قرب من ربنا يا برج الحمل، قرب من ربنا وسيب الامور كلها على الله، سيب الامور كلها على ربنا وما تشغلش بالك. في حد في بيتك شخص نرجسي مش كويس، حاول تطهر بيتك علشان بيتك في الحسد ملهوش حاجة تاني. في اشخاص باعوكم يا برج الحمل رغم ان انتوا كنتوا معاهم كويسين جدا، نكروا جمالكم ونكروا خيركم. عندك دخول محكمة الايام اللي جايه وهتقول ده خير، يعني هيحصل لك الخير. ربنا هيقلب الناس الفتانه والناس الظالمه والناس المخادعه عليهم، ما تقلقش. وهبص بسم الله ما شاء الله، يعني عندك امور حلوه جدا، بس خلي بالك من العقبه اللي بتظهر في وشك على طول. انت هنا عندك يقين بالله انه هيغير حالك، وعندك امور حلوة جدا. النعمة اللي ربنا هيكرمك بيها هتدعي ربنا ان هي تدوم في حياتك، وبالفعل هتدوم. حاول لو انت يعني لو انت عايز تنفصل عن الشريك حاول تتمسك بيه عشان في سحر معمول للشريك. الناس مش حابة الخير لبعضيها يا برج الحمل، محدش حابب الخير لبعضيها. عندك ورق الايام اللي جايه هيخلص، يعني على الايام اللي جايه هيخلص، عندك ورق هيخلص الايام اللي جايه علشان عندك فرحه خير ان شاء الله يا برج الحمل. في اشخاص انت خرجتها من حياتك وفي اشخاص برضو هتخرجها من حياتك الايام اللي جايه علشان ظلموك. وفي ناس اتكلمت عنك في السوق يا برج الحمل. انت اليومين دول بقيت تتجنب اي حد وتقول خلاص. عايز اقول لفتيات الحمل العزاب، انتوا عندكم خاتم، عندكم خاتم وعندكم امور حلوة، وهتذكر نعمة ربنا عليك وهتسجد لربنا وهتشكره. انت في اشخاص في حياتك خاينين وظالمين، الطريق الضلمة اللي انت ماشي فيه ربنا هينوره لك فما تقلقش. في ناس هنا سرقتك، شايفة ممكن يكون سرقوا تليفوناتك، سرقوا فلوسك، في حاجة، في ناس سرقتك. في رسالة هتجيلك ولو عليك ندر اوفي بيه، وعندك بشرة سارة الايام اللي جاية. الايام اللي جاية دي هتكون فيها خير، بس خلي بالك من العراقيل، من بعض وقف الحال اللي في حياتك. عندك فضل من ربنا كبير علشان ربنا عالم انت بتعمل ايه في حياتك. ملكش دعوة بالمنافقين ولا المخادعين، واتكل على ربنا دايما. في حد بيزن عليك هنا يا برج الحمل ومضايقك. في استقرار عندك وفي راحة، واحذر من انفصال، احذر من انفصال. في طرف ثالث بيتدخل في علاقاتك دايما. عندك تفكير رهيب يا برج الحمل، في طاقة تفكير رهيبة. هيبقى المشكلة اللي ببالك هتتحل بإذن الله الأيام اللي جاية، المشكلة اللي بالك
هتتحل، وهيبقى عندك ملاك في حياتك هينور دنيتك. عندك بنات عمك او بنات عمتك او بنات او بنات خالك او بنات، في بنات عندك في العيلة مش حبالك الخير ودايما كرهاك، ودايما انت بتتجنب كل المشاكل وكل التوتر اللي ممكن يجيلك من عليهم. في بينك وما بين حد مشكلة، بينك وما بين حد خناقة او زعل، هيحصل صلح الايام اللي جاية، وهيبقى عندك حاجة جديدة في حياتك هتحصل الايام اللي جاية يا برج الحمل. بسم الله ما شاء الله. بسم الله. اول حاجة عند برج الحمل عنده مولود جديد او جواز او تغيير، يعني هيبقى عندك استقرار في حياتك بإذن الله. حياتك اللي جاية تتحسن، علشان دايما قلبك طيب ودايما ما بتعرفش تفعل غير الخير، قلبك اصلا مفهوش غير الخير، فانت هيكون عندك انطلاقات جديدة وعندك رزق. بالنسبة للناس اللي متجوزين فانتوا عندكم رزق وعندكم حسن حظ في الايام اللي جاية، بس خلي بالك من اشخاص هيدخلوا بيتك الايام اللي جاية ممكن يأذوك، ممكن يأذوك، فاحذر منهم وخلي بالك دايما. هنا عندك اعلان، عندك نشرة، عندك حاجة معينة هتعملها في حياتك فيها خير. في ناس هنا ما بتقولش الحق، في ناس عندك هنا ما بتقولش الحق ونكارين الجميل يا برج الحمل، وعلشان انت دايما متكل على ربنا، ربنا هينصرك وهيكرمك وهيخليك تشوف حقك. في حاجات هنا كتير جدا انت خايف عليها يا برج الحمل. في شخص هنا بيتعذب في غيابك، في شخص هنا بيتعذب في غيابك، الشخص ده خانك وكان ماشي ورا واحدة ست، وعلشان انت متكل على ربنا، ربنا هينصرك وهيرجحولك حزين ومتضايق. دايما استغفر ربنا واحذر من شخص منافق ومخادع. في ناس بتحاول تأذيك وبتحاول تعمل لك حفرة، بس ما تقلقش علشان ليهم عذاب الأيام اللي جاية وهتشوف بعينك. عندك هنا تغيير جذري بإذن الله. صل على الحبيب دايما واستغفر ربنا. عندك مشروع هتكسبه الأيام اللي جاية، بس عايزاك يعني لم الشمل اللي هيحصل عندك ده، انت تحاول علشان انت معمول لك سحر بوقف الحال واللخبطة. بص العراقيل اللي قدامك بسبب واحدة ست. عندك رضا في قلبك والمرض هتشفيه، وعايز اقولك برضو ان انت هتغير المكان اللي انت فيه، بس دايما احذر من نغزة في قلبك. في ناس ملعونة مش حابة الخير ودايما بتتكلم على كل الاشخاص بالسوء. انت هتدعي ربنا الايام اللي جاية، هتدعي ربنا، ربنا بيحب دايما اللي بيدعي يا برج الحمل، فدايما ادعي ربنا، دايما ادعي ربنا. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. خلال الساعات اللي جاية هيبقى في عندك خبر، وهتيجي تكتب لي انا سمعت خبر حلو فرحني. انت بقالك سنين متعذب، بقالك حاجات كتيرة جدا عايش في عذاب، لدرجة ان قلبك مطعون وفي نار دايما كده، بتلاقي نار في قلبك. بص حتى اتطعمت من المقربين لقلبك ولحياتك، يعني المقربين لحياتك انت اتطعمت منهم، فدايما خلي بالك ودايما احذر من اشخاص حواليك، دايما احذر من اشخاص حواليك، ناس بيحاولوا يطعنوا فيك.
بص ده حتى موسى ما سابهوش في حاله، موسى ما سابهوش في حاله. فانت خلي بالك من نفسك يا برج الحمل، ودايما توكل على ربنا علشان ربنا بيصلح الاعمال في حياتك وهيغفر لك كل ذنوبك باذن الله. عندك فوز في حياتك الايام اللي جايه، يعني انت هيكون عندك فوز في حياتك الايام اللي جايه. انت تعرضت هنا لخيبات امل كتيره جدا في حياتك، اتعرضت على فشل كتير، بس ما تقلقش علشان ربنا هيكرمك وهيعوضك خير. انت شلت كتير في حياتك واستحملت كتير من ناس، استغفر الله العظيم، بس دايما ربنا بيكرمك ودايما ربنا هيرضيك. عندك هنا تغيير وعندك فرحة في أرض البيت، وهيتوب على ربنا على الناس المخادعة على الناس المنافقين، وربنا غفور رحيم. دايما خلي عندك يقين بالله ان ربنا هيغير حالك وربنا هيكرمك وهيديك، أمنيتك ان شاء الله بإذن الله تتحقق في الخير وفي النجاح. أتمنى القراءة تكون عجبتك، وان شاء الله بإذن الله ننزل لك توقعات جديدة وحديثة دايما.